أعلن سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف عن عودة معرض البحرين للإنتاج الحيواني مراعي من جديد للجمهور هذا العام، مؤكدا بأن قطاع الثروة الحيوانية أحد أهم الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. وقال سعادة الوزير أن الحكومة اعتمدت برامج وخطط وطنية للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية وتنميتها باستخدام الأساليب العلمية الحديثة، بما يسهم في رفع إنتاجيتها فضلا عن تعزيز الرعاية الأولية الوقائية ودعم المزارعين وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات وبناء القدرات. جاء ذلك على هامش اجتماع عقده سعادة الوزير عصام بن عبد الله خلف بحضور سمو الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين مع الرئيس التنفيذي لشركة بيكو السيد خالد أحمد جمعان. ناقش الاجتماع الموقع التي ستنظم فيه الفعالية والقاعات والمساحات المخصصة للفعاليات والعارضين من داخل مملكة البحرين وخارجها لعرض أحدث المنتجات والتقنيات ذات العلاقة بقطاع الإنتاج الحيواني. ونوه الوزير بأن مراعي فرصة حقيقية للمستثمرين في قطاع الثروة الحيوانية يطلع على أحدث ما أنتجته الشركات والمؤسسات العالمية، داعيا المستثمرين إلى ضرورة الاستفادة من تواجد هذا العدد الكبير من الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع للنهوض به بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.